اليوم جيت نوريكم واحد الرسمه على جلابه مبرا. اول حاجه احنا درنا تيكربون ديالنا تحت الجلابه اللي كيبان لكم ها هو هذا. من بعد حطينا الرسم ديالنا اللي خرجناه ها هو هذا، ودرنا السكوتش لحقاش الى رسمتي على الورق وطبعتي ورسمتي على الزواق كتقطع. هادشي علاش درت انا هاد السكوتش هذا باش ما تقطعناش هاد الزواق هذا، وفي نفس الوقت اذا بغيتي تستعمليها شي استعمال مره واحده اخرى عاوتاني في شي جلابه واحده اخرى يمكن لك تستعمليها. المهم خليكم معنا باش نوريكم التراساج ديال الزواقه كيفاش وكيفاش غادي تخرج. المهم دابا نبداو على بركه الله، غادي نبداو نرسمو في الزواقه ديالنا. ضروري ما تعودوا على الرسمة مزيان باش تخرج لكم في الوجه ديال الجلابة. المهم انا بديت في الرسم ديال الزواقة ديالنا، من بعد خليكم معنا تنوريكم الشكل النهائي كيفاش خرجت عندنا الزواقة. المهم من بعد ما سالينا الرسم ديالنا هذه هي النتيجه النهائيه من بعد الرسم. دابا غادي نبداو نبتو فيها.